وزارة الزراعة أعلنت عن وصول إجمالي المساحة المنزرعة بالقطن السنة دي إلى 255 ألف فدان. كمان الإنتاج الكلي المتوقع من المقرر أنه يوصل لحوالي 1,800,000 إمتار، وده أعتقد أنه إنجاز كبير يا منى في هذا المجال. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن موسم القطن السنة دي. معانا على تليفون الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة. أهلا وسهلا بك يا دكتور، صباح الخير. اهلا وسهلا يا فندم، كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه طيب. موسم بدء زراعه القطن واجاني القطن السنه دي. كل سنه وحضرتك بالف صحه وخير. قول لنا بقى اجمالي المساحات المنزرعه بالقطن السنه دي بتختلف من محافظه للتانيه ولا لا؟ ازاي تم توزيعها على المحافظات؟ كل التفاصيل. هو حضرتك السنه دي بدانا بمساحه اجماليه وصلت ل 255 الف فدان من خمس اصناف تجاريه منزرعه على الوجه الابلي والوجه البحري. عندنا في الوجه الابلي اكثر صنف جيزه 95 ده صنف محصوله عالي بيزرع للتصنيع المحلي في 26 الف فدان، وصنف 85 ده من اصناف 95 ده 98 من اصناف الجديده. وفي الوجه البحري اللي هي الدلتا بيزرع 70% من مساحه مصر، فيها اكبر الاصناف اللي هو صنف 94 و97، دي اصناف عاليه المحصول مبكره بنقدر نزرعها بدل 210 يوم الى 160 يوم، وده بيوفر لنا في الميه وبيوفر لنا في المساحه ان المزارع يقدر يزرع من بعده محصول قمح، ودي محاصيل جيده جدا. وفي ظل الاسعار السنه دي اللي من خلال المنظومه اللي اتعملت السنه دي للتسويق القطن وربط سعره بالاسعار العالميه، ومن خلال منظومه تسويق القطن وصل سعر امتار القطن لاكثر من 10,000 جنيه بالنسبه للوجه الابلي، وباذن الله في الوجه البحري متوقع ان يكون فيه زياده عن الاسعار عن السعر ده، وده طبعا حاجه كويسه لاخواننا المزارعين وبيشجعهم على زراعه القطن، لان انتوا زي ما انتوا عارفين القطن ده محصول كساء وغذاء، طبعا كساء للانسان وغذاء للانسان من خلال الزيوت، بيوفر للزيت وبيوفر العلف، وهو محصول مهم جدا ويعتبر من اكبر المحاصيل التصديريه في مصر واللي بيعطي نقد اجنبي، وطبعا ده من ضمن يعني الدخل القومي للمصري. أكيد. عظيم دكتور محمد، لزيادة الإنتاجية وده شيء مهم جدا، إزاي بنعمل على زيادة الإنتاجية من خلال توعية المزارعين؟ يعني أنا أعرف أن القطن من المحاصيل الصيفية اللي بتحب درجة الحرارة المرتفعة ما بتتأثرش، لكن في مرحلة معينة يعني أسمع أنه بعد ما يلوز يعمل اللوزة ما فيش مشكلة لو ارتفعت درجة الحرارة عليه، لكن قبل كده بيكون في تأثير كبير جدا على إنتاجيته، فإحنا إزاي بنوعي المزارع بالتوقيت السليم لزراعة القطن؟ تمام. هو حضرتك طبعا ده من خلال معهد بحوث القطن، معهد بحوث القطن ده طبعا هو اللي يعتبر الجهة العلمية المنوط بها تطوير القطن وإنتاج الأصناف وحل المشاكل وتوعية المزارعين بالحزم التوصيات الفنية الخاصة بزراعة الأصناف من خلال الحملات القومية والحقول الإرشادية والمدارس الحقلية اللي بتقام من خلال الباحثين بتوع المعهد المنتشرين على مستوى الجمهورية في جميع المحطات البحثية المنتشرة على مصر، من خلال نقل حزم التوصيات الفنية للمزارعين وتوعية المزارعين بالمعاملات الزراعية التي من شأنها رفع الطاقة الإنتاجية عندهم وربط الإنتاج عندهم بالإنتاج اللي وصل إليه البحث العلمي، حيث أن الأصناف اللي أنا أتكلمت عليها معظم الأصناف اللي طلعها المعهد دي أصناف عالية المحصول بيتجاوز محصولها العشر أناطير لو طبقنا عليها حزمة التوصيات الفنية، وده دور المعهد إن هو بيحدد الخريطة الصنفية بحيث يوزع الأصناف دي على مستوى الجمهورية بحيث إن كل صنف يطلق الطاقة الإنتاجية من خلال توفر الظروف الجوية والمناسبة له بحيث يعطي أقصى محصول مع أعلى صفات جودة، ده من خلال الخريطة الصنفية اللي بيصدر بها قرار وزاري سنويا لتحديد مناطق الأصناف. عظيم. بالإضافة إلى إن توعية المزارعين بالمعاملات الزراعية المثلى للحصول على أقصى طاقة إنتاجية من الأصناف،
ولكن في ظل التغيرات المناخيه وارتفاع درجه الحراره زي ما سعادتك تفضلت، ده بيأثر على بعض المحاصيل، ولكن القطن لحسن الحظ ما بيتأثرش كتير بالتغيرات المناخيه لانه محب للحراره، ولكن في لو حصل ارتفاع الحراره في مرحله التزهير والاخصاب ده ممكن بيأثر على حجم اللوزه. ففي بعض المعاملات زي الرش ببعض المغذيات زي الاحماض الامينيه والبوتاسيوم والعناصر الصغرى مع تقليل فترات الري، بدل ما 15 يوم نروي كل 10 ايام او 12 يوم على حسب درجات الحراره، ودي معاملات من شانها انها بترفع المحصول وبتخلي النبات يتاقلم مع ارتفاع درجات الحراره. حاجتين حصلوا يمكن يعودوا علينا بنفع كبير في الفترة الجاية، تطبيق فكرة الحقول الاسترشادية أو الإرشادية من فدان لخمس فدادين في المنطقة الواحدة، بالإضافة كمان لتطبيق فكرة الدورة الزراعية. الاثنين دول ممكن يعودوا علينا بالفايدة إزاي، وعلى الفلاحين كمان أنهم يرفعوا لهم الإنتاجية؟ زي ما سعادتك تفضلتي أن خطة الدولة تعتمد في الفترة ديت على الاستفادة من كل ثروات مصر المتاحة من خلال، ويأتي على رأسها القطن، من خلال تعظيم القيمة المضافة والصناعات التحويلية، وخطة الدولة للاهتمام بالقطن ورجوعه إلى عصره من خلال ثلاث محاور أساسية اللي هي الزراعة والتسويق والصناعة. وبالنسبة للزراعة زي ما سعادتك تفضلتي أن الدولة بدأت تعمل الرجوع لنظام الدورة الزراعية وزراعة القطن في تجميعات من أجل أن احنا نقدر ندير القطن ونطبق حزمة التوصيات الفنية، بالإضافة إلى توصيل الإرشادات من خلال معهد بحوث القطن زي ما احنا قلنا لنقل حزم التوصيات الفنية للمزارعين لارتقاء بالإنتاجية وإطلاق الطاقة الإنتاجية للأصناف، مع زراعة مع توعية المزارعين بالأصناف المثلى والمعاملات الزراعية الخاصة بكل صنف، بالإضافة إن احنا بنعرف المزارعين بنظام التسويق الجديد ونخلي المزارعين إنهم يودوا إنتاجيته يودوا القطن بتاعهم للمجمعات، ونعرفهم إنه فيه ارتباط التسويق بالسعر العالمي بحيث إن المزارع بيقدر ياخذ أقصى سعر من القطن، وبالتالي ما يعرش المزارع عن زراعة القطن لما ياخذ أعلى سعر بالنسبة للقطن بتاعه. كذلك الدولة بتسعى إلى أنها بتصنع القطن عشان نعظم القيمة المضافة للقطن، حيث أن القيمة المضافة للقطن بتوصل إلى من 4 إلى 10 أضعاف لو إحنا صنعناه وحولناه عظيم. إلى غزل ونتيج ومنتجات. طيب وإحنا بنتكلم عن السعر دلوقتي دكتور محمد، وبنتكلم عن المزادات سواء في وجه إبلي أو في وجه بحري، لسه وجه بحري لسه ما تحددش، في وجه إبلي وصلنا ل 11,000 تقريبا. بالنسبة للمتوسط والقصير. لا مش هو عندنا القطن، ما فيش عندنا قطن قصير، احنا عندنا قطن طويل وجه ابلي وطويل وجه بحري في الاصناف واصناف فائقه الطول. بالنسبه للمزادات اللي حصلت في بني سويف والفيوم دي للاسطان في جيزه 95، ده من الاصناف الطويله وجه ابلي، ووصل متوسط السعر من 9,500 الى 11,720، دي لكميه بسيطه، ولكن متوقع ان السعر ده مرتبط بالسعر العالمي والعرض والطلب، ومتوقع باذن الله لما يبدا تسويق الاقطان في الوجه البحري هيتعمل عليها مزاد من خلال السعر العالمي اللي بدا يزيد النهارده، بدا السعر الصنف 94 بيوصل ل 175 سنت بعد ما كان 140 سنت، ده في زياده، فمتوقع باذن الله ان السعر يكون كويس. وكل تاكيد يا دكتور محمد ده من شانه برضه تحفيز المزارعين على مزيد من الانتاج خلال الاعوام والمواسم القادمه. شكرا جزيلا دكتور محمد ابو اليزيد رئيس قسم تربيه القطن بوزاره الزراعه.